إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدار بما نعرف ربنا؟ نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطق، بآياته الكونية، الكون برمته آية على وجود الرب سبحانه وتعالى، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، في كل شيء آية تدل على أنه واحد. قبل أن نؤمن بوحدانيته وقدرته وعلمه فلنؤمن بوجوده. وجودك أنت دليل على وجود الله. إذا كنت لا تشك في وجودك، وهل أحد يشك في وجود نفسه؟ لا يجوز عقلا وشرعا أن يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جئت أنت؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. القسمة الثالثة، لك خالق، وذلك الخالق مخالف لك في كل شيء، خالق قادر على كل شيء بدليل إبداعه لهذا الكون، هذا الإبداع على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. وهذا الإبداع دال، أول ما يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وثانيا يدل على قدرته الباهرة. إذن الخالق ليس كالمخلوق، مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته، ولكنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ويخالف المخلوق في قدرته، لأن قدرة المخلوق قدرة حادثة وجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه يتصف بقدرة أقوى من قدرتك، لأنه هو الذي منحك هذه القدرة. إذن هذا الإبداع وهذا الإيجاد وكونه فاطر السماوات والأرض دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا، بحيث لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة أن يشك أحد في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. الله موجود لأنك موجود، لأنك آية، لأنك علامة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم إنه قادر على كل شيء وخالق كل شيء، دل ذلك على قدرته الباهرة، ودل التخصيص على إرادته وعلمه المحيط بكل شيء. معنى التخصيص أن يخص كل شيء وكل فرد على صفة وعلى حالة معينة. زيد عالم وعمر جاهل، بكر غني وخالد فقير، وهكذا. هذا التخصيص تخصيص العباد كلا بصفة وبحالة. هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم. علمه محيط بكل شيء. إذن نستدل بوجودنا وبصفاتنا وبخلق الرب سبحانه وتعالى وصنعه على وجود الرب سبحانه وتعالى، وعلى أنه موصوف بصفات الكمال. فصفات الرب كلها صفات كمال. هكذا نؤمن بالرب سبحانه وتعالى.
والمادة التي سوف ندرسها تهدف إلى تعريف العباد ربهم هذا التعريف، ثم تهدف المادة إلى أن يعرف العباد حق الله على العباد وحق العباد على الله وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، لئلا نخلط بين الحقوق كما هو واقع كثير من الناس. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الذي اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام، ذلكم الاهتمام حيث وجه السؤال إلى صحابي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا السؤال إنما ورد بهذه الصيغة، هذا التعليم إنما ورد بهذه الصيغة ليثير النبي صلى الله عليه وسلم انتباه ذلك الصحابي لما يقول ولما يلقى إليه، وذلك دليل على أهمية هذا الحق. قال الصحابي: الله ورسوله أعلم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لازم. من ضيع هذا الحق أو صرف هذا الحق لغير الله فهو ظالم، الظلم الأكبر الشرك بالله. وهل تدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولكنه حق تفضل وإحسان ورحمة من الله. العباد لا يوجبون على الله حقا، وحق العباد على الله ليس بحق لازم بل حق تفضل وإحسان. هكذا اهتم النبي عليه الصلاة والسلام ووجه ذلكم السؤال بكل عناية إلى ذلكم الصحابي، ومادتنا هذه تهدف إلى تعريف العباد هذا الحق والتفريق بين الحقين، بين حق الله على العباد وحق العباد على الله.